خلونا نروح لمشهد بقى إنساني الحقيقة. طبعا إذا كنا بنتكلم على سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملف الداخلي وملف العلاقات الخارجية وكل ما ليه علاقة بكل هذه الأمور والتفاصيل، لكن العلاقة والتواصل الإنساني والكلمة الحلوة والبساطة والتلقائية، ويبقى المواطن يعني ممكن في أي لحظة يشوف الرئيس بشكل مفاجئ، ويبقى في الحديث الجانبية دي اللي من خلالها برضو بتبقى مؤشر، على فكرة مؤشر لصانع القرار، مؤشر للرئيس نفسه، ومؤشر كمان للمواطن العادي ان ممكن يكون في بعض التفاصيل او الحوارات دي يبقى في فكرة من وراها. طب خلينا نتابع الأول وبعد كده نرجع نتكلم على الهدف برضو من التواصل الإنساني ومن الزيارات كمان المفاجأة للرئيس وجوده في الشوارع بهذا الشكل وإنه يكون متجاوب مع الناس. نتابع مع حضراتكم. خلاص إن شاء الله يا فندم، قدامنا 10 أيام بكتير يا فندم. بإذن الله يا فندم. طيب بصوا كويس على المدينة كلها. تمام. ومواضيع مختلفة. تمام يا فندم. تمام يا فندم. علي وهاب يعني. أوامر يا فندم. متشكرين. تحت أمر سيادتك يا فندم. ها أنت كويس؟ رجليك؟ مش هنسيب خوز يا ابني. المهم أنت كويس؟ خلي بالكم نفسكم. مين زميلك اللي كان سايق؟ مين كابس كمبيوتر؟ قبل المشهد اللي احنا بنشوفه ده كان قبله مشهد تاني في الأسمرات، وكلام الرئيس مع عدد من السيدات كده انه يعني الاحاديث اللطيفه واخباركم ايه وبيحصل ايه، فبتسمع منها برضو في مؤشرات كده، وفي نفس الوقت بتديلك القدوه للمسؤول سواء كان وزير، رئيس حي، محافظ، اي شيء، انه لما يشوف رئيس الدوله هو بنفسه بينزل وبيطمن وبيروح مواقع الانتاج وبيشوف المشروعات وبيشوف مدى الالتزام، المعايير مطبقه ولا لا، الاجراءات الاحترازيه مطبقه ولا لا، طب احنا ماشيين مع الجدول الزمني في المشروع ده ولا لا، وجود الرئيس كمان والتعامل مع المواطنين بهذا الشكل. فيعني ده زي بقول حضراتكم بيبقى يعني اختلاف في سياسه اداره الدوله، انه ما يبقاش المسؤول في برج عاجي او المسؤول موجود في المكتب وبس، او يطلع له ويترفع له تقارير، لكن لازم بنفسه يشوف. على كل الاحوال خلونا مع حضراتكم عشان هنروح لفاصل، وبعد الفاصل الحديث بقيه ونرجع لبقيه اخبارنا.